الكاميرون المفروض نلعبها ازاي؟ انا معجبني جدا جدا ان مستر كوتش ما يلعبش في التشكيل، ما يحطش حاجات مش في وقتها. الفرقه عماله تصاب كلها النهارده. لا انا بتكلم النهارده، احنا ظروف صعبه بدايه نص الملعب النهارده. خد بالك النهارده لما ابو جبل اتصاب انا استفزلي الموضوع. يعني انا بحسها كلاعب النهارده لما ابو جبل يتصاب، انا كلاعب لو انا نايم شويه او عندي روحي قليله شويه، لا ده انا بروح اقوى. صح، خد بالك وده حصل. ابو جبل لما طلع محمد صلاح عمل لتريزيجيه جاب جون، فهنا الاستفزاز الايجابي للعيبه. ده حصل النهارده. شايف ان نص الملعب لو ربنا كرم حمدي فتحي ان شاء الله باذن الله يا رب يرجع بسرعه، نص الملعب ده لازم يتقفل. حمدي، السوليه، النني. النهارده تريزيجيه النهارده شايفه بشكل كويس جدا. حته ان احنا نلعب نفس التكتيك بتاع ماتش كوت ديفوار، ان احنا ما نقابلش من قدام، لازم يبقى تركيزنا من اول دقيقه النهارده. برضو منتخب المغرب احنا كويسين، لكن ساعدنا في بعض من الاوقات على نجاحنا. النهارده انت لازم من اول دقيقه ما تخشش الماتش متاخر. احنا النهارده بدينا الماتش من بعد 20 دقيقه، احنا عايزين نبدا من اول دقيقه لاخر دقيقه. محتاجين ماتش الكاميرون نبدا زون في نص الملعب، محتاجين ان احنا تركيزنا من اول دقيقه لاخر دقيقه، محتاجين ان احنا الهجمات المرتده ما بقاش فيها فرديه. لازم يبقى في جماعيه في الناحيه الهجوميه بالذات. الناحيه الدفاعيه عجبني جدا 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 دور النني، دور السوليه، ان هم بيساعدوا عمر كمال وبيساعدوا ابو فتوح، فدي برضو نقطه ايجابيه عايزين نكمل عليها، نبني عليها. الماتش اللي جاي هيلعبوا الناحيه الهجوميه كامبي اللي تحت الفرويد وابو بكر، الحته الهجوميه بتاعتهم محتاجه ان احنا الناحيه الدفاعيه عندنا يبقى في انضباط. هدفين البطوله، واحد هدفين البطوله، فدي برضو عندهم الكره العرضيه. النهارده الكره العرضيه عندنا محتاجين نشتغل عليها في التمرين، لان النهارده ابو جبل صد كره النهارده كانت ممكن تطلعنا من البطوله نفسها. اعجازيه، لا اعجازيه. ابو جبل من كمان ما شاء الله. بس اقول لك حقيقه الحق، برضو المنتخب المغربي من اقوى المنتخبات اللي بيشتغل على الكرات الثابته والكرات العرضيه بشكل كويس. برافو عليك. فلو واحده بس هي اللي راحت بصعوبه كده فده بالنسبه لنا كان النهارده ابو جبل فايق. النهارده محمد صبحي يا رب كل الدعم ليه، كل الدعم ليه. حارس مميز، حارس كويس. طيب لو قدر الله، انا مش خايف من محمد صبحي، يعني الحارس ده عنده شخصيه وحارس مميز. لو تفتكر لعب مع الزمالك مره في مباراه افريقيه، هفتكر كانت مع مين، نزل برده في وقت صعب وادى بشكل كويس، وكمل بعد كده مع منتخب مصر الاولمبي بيادي بشكل رائع جدا، في مع فريقه حاليا فاركو بيادي بشكل رائع جدا. هو عنده شخصيه، عنده الشخصيه، بس حاله اللعيبه في الملعب بتفرق. طبعًا. ممكن تبقى حاله اللعيبه لا قدر الله الديفنس قدامه مش موفق، صح، فهيصد كوره كورتين يخش فيه ثالثه. لكن حاله اللعيبه كلها اجمالي، انت بتساعد حارس المرمى ان هو يبقى مميز. لو جات له كوره كورتين مفيش مشكله. صح. لكن انا واثق في محمد صبحي. كانت مباراه جرانيسيون السنغالي افتكرتها، محمد صبحي يكون كويس جدا جدا. لكن انا شايف ان شاء الله باذن الله الماتش صعب جدا. النهارده احنا كسبنا التحكيم كمان، يا النهارده التحكيم سيء. انا عايز اقول للعيبه واقول للجهاز الفني كله، خدوا بالكم من تحكيم الماتش الجاي. يعني دايما لازم يبقى في ثبات انفعالي. النهارده بعض اللعيبه راح تتعصب على الحكم جامد. الماتش اللي جاي انا عارف الحكم يبقى من أسوأ الحكام اللي هتقابلنا في البطوله او عموما في البطولات اللي فاتت. النهارده الكاميرون على ملعبها، صامويل ايتو ليه دور كبير جدا. بس انت عايز تقول لي انه اللعيبه ما تتوترش؟ لا ما تتوترش، عشان ما لا قدر الله. انا كنت خايف النهارده من الكروت بصراحه. لا لا احنا متوترين جدا، فبخاف من الكروت. برافو عليك. احنا عندنا خد بالك منتخب الكاميرون لاعب ملاوي، لاعب جزر القمر، لاعب جابون، لاعب جامبيا، ما لعبش مع منتخب كبير. فدي حاجه كويسه لينا. احنا لعبنا ماتش كوت ديفوار، ماتش المغرب، فاحنا عايشين وعارفين. منتخب الكاميرون اعتقد ان شاء الله باذن الله يا رب يبقى كلامي يبقى صح، هيخاف من منتخب مصر. صح. وهيقلق منتخب مصر. صح. لكن الجمهور يبقى ضدنا. التحكيم، ودايما احنا كنا لعيبه بنيجي نقعد نتكلم، في افريقيا التحكيم مش احسن حاجه. يعني ممكن واحد في المليون لو لقيت حكم ما بيخافش من الجمهور. دايما التحكيم، حتى ما كنا لاجئين نلعب في افريقيا في اي مكان، الجمهور لما بيبقى مالي الاستاد الحكم بيبقى قلقان. فانا مش عايز اللعيبه يبقى عندها ثبات انفعالي اكتر من كده، اكتر. صح. من النهارده. صح. التحكيم بقى ضدنا. صح. اعمل اللي عليك، العب بروح.